شو بك داخلك مش على بعضك؟ هالكينة اللي اليوم من الساعة 8 الصبح واقفة على اجريني، بعد عندي 3 ولادات بالمنطقة وكلهم بدهم ياني انا ولدهم. ايه بعد ما حسبت زبونات دكتور اسود منهم بتولد 2 اليوم. اخ لو فيي افتح مستشفى توليد. اليوم كنت عملت $1000 بدل ما انا اتعب والدكتور اسود والمستشفى يقبضوا. يا ريت غادة يا ريت، تعنيني انا مديرة قسم التوليد. حلم. على القليل اللي بيصيروا هالنسوان الفقراء يجوا لعندي بدل ما انا اتنقل بهالليالي من بيت لبيت. ولك ايه وبتاخذي ربع اجرة المستشفى ومنجيب بظهر البيع حكيم بدياتر يكشف على البيبيات اول ما يخلقوا. ياي. وبجيب لي شي كم دكتور توليد مبتدئين للنسوان اللي بفضلوا انه دكتور او دكتورة تولدهم. هيك بنطرقهم لدكتور امير ودكتور اسود. وبعدين بيجي باب من فرنسا بنكبر المستشفى بنفتح اختصاصات جديدة وبنسلموا اسم الجراحة. البنك. شو بدهم منا؟ الو؟ ايه اهلا. الحمد لله كيفك انت؟ خير؟ شو؟ انا مكشوفة؟ بس انا ما عملت تشيكات هالجمعة. 10 ملايين ليرة؟